شوهد. هلا مرمي شو؟ ما عنون صار إن شي من المحل أبدا. يلي عمل هالعملة قصده شي تاني. تارك لك هاي الورقة على الطاولة. شو هاي؟ دير بالك مني، هي فرصة قرصة إذن بس مشان تعرف إني بوصل لك. مين يلي عم يهددك معني؟ شو عرفني؟ بس اللي عمل العملة يعني بس كأنه ناوي يخرب مو أكثر من هيك. إيه والله. يلا هلا بتوصل الشرطة، بلكي هن بيعرفوا مين. إيه. والله شغلة بتحط الأعلى بالكف. يعني هذا اللي خرب كل التخريب شو استفاد؟ هي شغلة أذى، شي حدا بيت لك الشر وحابب يخوفك. أكيد حدا ما بيعرفني. وكمان ما بيعرف إنه أنا هي قصص الزعرانات ما بتخوفني بنوب. هاي شغلة واحد له مشكلة معك، حابب يضايقك ويعلم عليك، ما بدها اثنين يحكوا فيها. هلا كلياتنا بتصير معنا مشاكل بالشغل، بس بحياتها ما وصلت لهون. خلع وتكسير وتخريب ما صارت ابدا. زارني ولد بنت حرام. مزبوط هالحكي، يلي عمل هالعمله ابن حرام. هلا ليش انتم بتزعلوا من حال؟ من ايمتى نحن عنا التاجر بيشغل زعران؟ طول عمرنا عايشين بالسوق وما صار معنا شيء. اسمع رمزي، نحن هذيك المشكله مرقنا لك اياها. انت بتعرف انه انا سمعتي بالسوق مثل الذهب، وبحياتي ما تعاملت مع زعران، وانا بحياتي ما حطيت شغيل ازعر عندي بالمحل. وكلمه تانية بفرجيك قيمتك، انت اللي فوتت الزعران على السوق وسويتهم شغيلي عندك. عمران لا تهدد ولا تخبص بالحكي ولا تحكي كلام طالع نازل. انت اللي جريت لنا المشاكل على السوق. رمزي خصما بقى. عمي الله لا يضر حدا برزقه، بس مو كل ما دق الكوز بالجرة وصارت مشكلة بالسوق تلزقوها بظهر شغيلي شحادة، يخافوا من الله بقى. زودت رمزي، زودت كتير. ها نحن لا منتبلى حدا ولا منحط بظهر حدا. عمي خلصنا انت وياه، بكرة الشرطة بتعرف الفاعل ومنفهم كل شيء، واللي عنده كلمة يضبها. أنا متوكل على الله ومالي فاضي لكل هالعيب، وشغيلي شحادة مستلم الدكان. السلام عليكم. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعة.